أشعلت الساعة الإضافية التي اعتمدتها الحكومة كتوقيت رسمي للبلاد حربا كلامية بين برلمانيين والوزير المكلف بالوظيفة العمومية محمد بن عبد القادر خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب. وهاجم البرلمانيان حزب الأصل والمعاصر عبد اللطيف وهبي الوزير بن عبد القادر متهما إياه باتخاذ قرار دون استشارة أحد، مضيفا أن الحكومة صدمت المغاربة بقرار الإبقاء على التوقيت الصيفي مما يهدد سلامة التلاميذ بسبب توقيت الدخول المدرسي المبكر، وذلك في ظل النقاش المتواصل بشأن الساعة الإضافية. صدمتم المغاربة بذلك القرار اللي خرج ستة في الجبال كيخرجوا في وسط الليل وكيمشيو مع الفجر باش يمشيو قراو، هذوك ما كيفكر فيهم حد. الموظفين يدخلوا قسم ما بغاو، هذوك ما كيفكر فيهم حد. واتخذتوا القرار قلنا لكم عطونا غير التقرير، كنتوا في 24 ساعة تقولنا مستعدين، هو مالكم ساكتين عليه وتجيو تقولوا لنا حنا درنا الدراسة؟ اش من دراسة غادير من حيث يجي واحد يخرج في 6 العشية والظلام ويخرج في 7 الصباح الظلام؟ من جهتها وصفت البرلمانية رفيعة المنصورية عن حزب الاستقلال قرار الحكومة بالعمل بالتوقيت الصيفي بكونه قرار جائر وأنه عليها سحبه. اليوم صار لزاما الحكومة أن تسحب هذا القرار الجائر، ورهي لنضطة السيد الرئيس ما كانش اللي غايت فيها، راه انتما لهذه القرارات الارتجالية والعشوائية خصها الحكومة تدفع الثمن ديالها. إلى ذلك أجمعت فرق الأغلبية والمعارضة على ضرورة حذف الساعة الإضافية لما لها من أضرار على المواطنين والتلاميذ، ليرد الوزير بن عبد القادر على الهجوم الذي تلقاه من البرلمانيين بسبب الساعة الإضافية بالقول أنه مستعد لمناقشة مضامين الدراسة بتمعن وجدية دون الإساءة إلى الحكومة وإلى هذا الإجراء.